اهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام في بث مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. انا في العياده ديال الاخصائيه في التجميل والتخشيش وبزاف ديال التقنيات باهيه. اليوم اللي غادي تقربنا من بزاف ديال التفاصيل ديال واحد لاماشين اللي خلقات جدل ونقاش كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. احنا اليوم في الكابيني ديالها باش هكا تشرح لنا اكثر، تقدم لنا راسها، شكون هي، شنو هاد لا تكنيك وكيفاش كنخدموا. هاد التفاصيل كامله غنشوفوا مع الاخصائيه ديال التجميل بهيه. مرحبا بنا عندك وشكرا لاستقبالك للطاقم شوف تي في. قدمينا راسك لاله بهيه. مرحبا بكم عناد، مرحبا بشوف تي في عندنا في المركز ديالنا. نقدم لكم نفسي، الاسم ديالي بهيه منجي، صاحبه مركز استيلينا، اخصائيه في العنايه بالبشره وايضا التخصيص بالات وتقنيات جديده، وايضا ازاله الشعر بصفه نصف نهائيه او نهائيه بتقنيات لا لوميير بلوسي، لا لوميير انتونس بلوسي او الضوء النابض. دكا واخا اليوم غادي نهضروا على واحد واحد القضيه اللي خلقات بوز كبير، هي طرق تكبير المؤخره. كنا كنعرفوا التراديسيون، كنا ما يسمى بالقله، دابا ولات واحد لا تكنيك جديده. بغينا نعرفوا شنو التفاصيل هاد التقنيه. بزاف خلقات، واحد كاين اللي كيشوفها شي جي طابو، كاين اللي كيناقشها. اليوم حنا نوقفوا على لي ديتاي، شنو تفاصيل هاد التقنيه الجديده ديال تكبير وتحسين مظهر المؤخره؟ اولا فاش بدينا العمل ديالنا في المركز ما كانش عندنا هاد التقنيه هادي، وانا جبتها من بعد على حسب الطلب ديال لي كليونت ديالنا. يعني كنتو كديروا؟ ما كانش عندنا، كنا في الاول غير كنديروا لهذا. شنو لي سوان اللي كديروا زعما من غير العنايه بالبشره؟ لي سوان الفيزاج وايضا التخسيس وازاله الشعر بتقنيه لا لوميير بلوسي. وعلى حسب الطلب ديال لي كليونت ديالنا اضطريت باش نجيب هاد الاله هادي. واخا شنو هي هاد الاله؟ شرحي لنا اكثر شنو هاد الاله. بغينا عافاك الديتاي وبالبساطه باش الناس يفهموا، لان في لي كومونتير تيقول لي فين كاين هاد الاخصائيه، كيفاش هاد لا تكنيك، واش بصح كاين هاد الشيء. حاولي تشرحي لنا. الوغ هاد التقنيه هي كتشبه بزاف بتقنيه القله، هي معروفه تقنيه متداوله عند البنات. هي آلة كتخدم كهربائيا بيان سور، كتقوم بشفط المؤخرة والأرداف بطريقة ميكانيكية. شنو النتائج باش تكبير المؤخرة؟ شنو النتائج؟ هي كتكبر وكتحسن أيضا من وضعها ديال المؤخرة والأرداف. واخا واش شحال من سيونس؟ شرحي لي شحال خصنا نديرو. داكوغ، هي نورمالمون كتدار من حصة حتى لجوج الحصص في الأسبوع على حسب القابلية ديال كل فتاة أو امرأة. من الحصة الأولى كيبان واحد النتيجة خفيفة، ولكن من الحصة الخامسة عاد كيكون واحد النتيجة مرضية. واخا تقدري تشرحي لنا كيفاش كدير هاد لا تكنيك؟ هاد لا تكنيك في الاول كتبدا كنستيميل، كنخدموا الدوره الدمويه واللمفاويه عن طريق انكر، ما عرفتش كيفاش نقولها بالعربيه حيت هي فيها بزاف ديال لي بارتي باش كنخدموا بهم. كاين بزاف ديال لي طاي. بزاف ديال لي طاي فوالا. الوغ كنخدموا بانكوب بياسه مان صغيره باش كنخدموا بها الدوره الدمويه واللمفاويه وايضا الدهون اللي متواجده او نيفو دو الدين، ياك كنخدموهم تنطلعوهم لجهه المؤخره والاهداف. وهاد لا تكنيك، هاد العمليه كتدوم واحد 30 دقيقه 15 دقيقه لكل منطقه. ومن بعد عاد تنحطوا هادوك لي كوب الكبار، هادوك هادو لي كوب، ما عرفتش كيفاش نقولها بالعربيه. علاه الاكواب يمكن اللي هما تيكونوا من بلاستيك اللي متين. وعاد من بعد تيقوم بالشفط هذيك المنطقه باش
تاوغمونط باش كتكبر. فوالا واخا واش الناس كاين عليها لا دوموند كيجيو الناس يديروها ولا قليل؟ كيطلبوها مني بزاف. انا عندي بزاف ديال الطلب عليها لا فيريتي. انا في كيما قلت لك في الاول ما كانش عندي هاد الاله هادي. من بعد جبتها حيت كان عليها طلب بزاف حيت لي ريزولطا ديالها مزيانين. زعما كتعطي لي ريزولطا زوينين, نتائج زوينه. واخا الا بغينا نهضروا على الاثمنه ديال هاد لا تكنيك, الاثمنه انا بالنسبه ليا عندي انا في لو سونتر الحصه ب 200 درهم و الى هذا لو باك ديال 10 ديال الحصص ب 1500 درهم كتقدر تستافد من ريدكسيون ديال من 200 درهم 150 درهم الحصه. ولكن واش هاد الشيء ديغاب كتبقى النتيجه ديالو ولا انيا بصراحه؟ داكو النتيجه هي ميكانيكيه, سي ميكانيك, سي با ماشي سي با لا شيروجي, ماشي جراحيه. انا باش كنصح لي كليونت ديالي كنصحهم باش يكملوا باش تكون عندهم نتيجه مرضيه وكتدوم في الوقت كي دور دون لو طون. كنصحهم باش يديروا الرياضه سورتو لي موفمون دو سكوات باش يبقى لهم لو ريزولطا كي دور دون لو طون. شنو جديد التقنيات اللي كاينه في عالم تجميل الجسم؟ واش ولاو النساء مثلا, بغينا نجاوبوا على السؤال, واش النساء ولاو كيهتموا انهم يقادوا الشكل ديالهم زعما شي بوان بلي ديتاي؟ بيان سور النساء وحتى الرجال حتى هما كيهتموا بالمظهر ديالهم وبلا سيلويت ديالهم, كيهتموا بالتخسيس بالليبيلاسيون حتى هما سورتو النساء. بيان سور النساء والبنات كيهتموا بزاف بالمظهر ديالهم بالجمال ديالهم. دونك هاد لو دومين مطلوب دائما مطلوب. فوالا واخا شكرا. تبغي تضيفي شي حاجه تشرحي للناس شي حاجه؟ تفضلي. الوغ اللي نقدر نضيف هو ان التقنيه هادي ما فيهاش واحد الضرر على الصحه ديالنا, بالعكس هي كتنشط الدوره الدمويه واللمفاويه وكتحيد لا سيلوليت عن طريق الخدمه اللي كنديروها في ديك الحصه. فوالا مرحبا بكم عندنا في مركز استيلينا. بما يخص التخسيس راه عندنا اخر التقنيات اللي كاينين دابا اللي كيعطيو نتائج مرضيه ومضمونه وما عندهاش خطر على الصحه نهائيا. وايضا بالنسبه لازاله الشعر من الكور حتى هي راه عندنا نتائجها مضمونه ومرضيه. شكرا لك على التوضيحات كاملين. شكرا لك, تبعوا معنا اللايف, تبقوا على خير.